تشهد مصر مرحلة مهمة وفرقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث هي ليست رفاهية أو اختيارا بل هي واجب وطني ودستوري من اجل رسم ملامح المستقبل المشاركه في الانتخابات حق اصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنه وبما ينعكس من مردود ايجابي على بناء ثقافه الديمقراطيه في مصر المشاركه الواسعه من الناخبين في كل ارجاء الجمهوريه هي الضامن الوحيد لتحقيق اراده الناخب على الارض وتعد الانتخابات الرئاسيه الحاليه هي الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 من يونيو أي خلال عشر سنوات فقط، مما يؤكد أن اتجاه الدولة يمضي في الطريق الصحيح نحو مباشرة الحقوق السياسية لكافة المواطنين. ويؤكد حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ الديمقراطيه وربط مصالح الناخب بمصالح الحكومه، ومن هنا تسهم الانتخابات النزيهه في تحقيق اهداف التنميه على المدى الطويل، اذ ترسخ دعائم الحكم الذي يستجيب لاحتياجات الشعب، ولا شك ان اراده الشعب التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع هي مصدر السلطه في الحكم الديمقراطي. كما أن مصر صاحبة الوعي الحضاري المتجذر في التاريخ، يعلم كل مواطن فيها أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين وهو بلا منازع قاطرة الاستقرار والتنمية.